بحلقة تحدي الشاف لليوم جبت معي شبيقي بالبراد من عشا مبارح لشوف الشاف وقدراته كيف يعمل أصناف وأطباق جديدة. هاي ملك. هاي شاف. شو عامل مسيب اليوم؟ كان عندي عشا امبارح وجبت الغراض. انت عملت عشا ولا جبت دليفري؟ لا جبت عشا وهيدا الدليل عشان بضلك تقول لي يمكن عن دليفري. يمكن عن جد جيبيته انا هلا الصبح معك وجاي انا بالله طبخت لك امبارح. شرفك شاف. شو طبخت لك فحم دجاج؟ عملت باستا بالفرن. ايه مع شو؟ عملتهم مع كريم فريش وسبينتش ومشروم طبعا. وعملت انا عملت الكفته طبقتها بايدي. عملت كفته بالصينيه بس مع بامكن وبروكولي وبطاطا العاديه. حطيت بطاطا حلوه. بسم الله شو هالطبخه هيدي؟ عم بعمل سوبر فود. مش سوبر فود هيدي صار 3000 طعمه. ما بقصر طيب عدس وعدس وحمص. عملت سوب عدس بني وعملت فته كمان. قلت لك الحمص الباقي هلا عم تذكرين تذكير ولا يعني عم تقولي اسامي انا جبت لك هالشغلات هلا اكيد في اشياء مش عاملينها عم لا شوف شو ايه طب ما عملت بيض مزبوط ما عملت بندوره هدول بندوره عملت سلاد فبقيوا جبت لك اياهم طيب لكن شو جبتنا اليوم جبتنا سبانخ لحمه مفرومه شوف شو عندنا بديش وحده لوحدي انا سبانخ اوكي تونه كمان اكيد كانوا بال لا هدول جبتهم ما عملت شيء بالتونه كوكونات ميلك عدس حمص باستا نحط الباستا اول شيء على السلق حتى نريح راسنا اوكي نحط لانه اكيد بدنا نسلقهم سو بعدين شو شلون عارفينهم نحط هون شويه مي مثل العاده شو بنحط مع الباستا زيت وملح لا انا بحط نقطه بعدين. زيت شوي زيت بعدين كمان بحط زيت عشان يعطوا لون حلو ونكهه حلوه يصيروا يلمعوا صح؟ 100% هيدي كل انواع الباستا هيك كل انواع الباستا ما بيلزقوا على بعض شوية ملح بالمي حتى تساعدنا نسلق الباستا وتضلها الباستا الملح بيعطيها شوية اسئلة من برا فبتعطيها تضلها هيك ماسكة حالها ايه شكلها حلو اوكي عنا طيب ليك شو حنعمل؟ هلا شوف شغلة انا حناخد الدجاج ما في شيء بيروح معه حنحط معه العدس اوكي شو بدك تعمل دجاج وعدس؟ هلا حشوف بس مبدئيا هي الفكرة اول فكرة طيب حنعمل هيدي اللحمه مع الحمص لانه بيروح مع بعض كانك عم تعمل يخت حمص فتة او دخل مع الباستا طب بدنا نشوف يلا اوكي